السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام ضمن سلسلة متابعاتنا الإخبارية المستمرة بشأن العدوان على غزة. ونناقش اليوم ما كشفت عنه صحيفة وول ستريت جورنال بشأن امتلاك حركة حماس ذخائر تكفيها لمواصلة ضرب إسرائيل لعدة أشهر، فيما أكدت صحيفة التايمز البريطانية أن حكومة الحرب الإسرائيلية على وشك الانهيار. سيكون معنا في هذه التغطية عبر سكايب من أنقرة الكاتب والباحث الفلسطيني الأستاذ زاهر البيك، وعبر سكايب أو عبر الهاتف من جنين الصحفية الفلسطينية إيمان السلاوي، كذلك عبر الهاتف من أنقرة الكاتب أو من بيت لحم المحلل العسكري يوسف شرقاوي. فاصل قصير ونبدأ هذه التغطية بمعيتكم مشاهدينا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذه التغطية المتواصلة من قناة الرافدين، ونبدأ مع ضيوفنا الكرام في هذه التغطية مع الأستاذ يوسف شرقاوي المحلل العسكري من بيت لحم. السلام عليكم. الله وبركاته لك ومشاهدينا، حياكم الله. وفي اليوم السابع بعد المئة من العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، تجددت الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وكذلك الاحتلال في جباليا وبيت لاهيا شمالي القطاع وكذلك في خان يونس جنوبه. يعني ألم يتصدر أو يعني تعترف قيادة الاحتلال بأن الشمال أصبح خاليا من كل المقاومة؟ كيف تقوم المقاومة من جديد بقصف وضرب الاحتلال وحتى الاشتباك معه في مناطق الشمال؟ يعني أنا أعتقد من قام بعملية 7 أكتوبر كان يعني حلك لكافة الاحتمالات. أعتقد هذه كان يعني المفاجأة الكبيرة لم تكن 7 أكتوبر بل ما بعد 7 أكتوبر من الصمود الفذ في قطاع غزة. وأعتقد أنه إسرائيل يعني توقعت أو يعني تأكدت، بقدر أقول تأكدت، أنه هي سيطرت على الشمال، لكن تفاجأت إسرائيل أنه هناك في إطلاق صواريخ من الشمال. كذلك إسرائيل يعني بسبب تصدير نوع من النجاح أو الانتصار بجبهتها الداخلية، لذلك هي يعني بودها أنه تنهي العملية العسكرية في قطاع غزة لأنه تخبدت خسائر فادحة، لكن أمريكا غير راغبة بذلك. أمريكا يعني هي من تأمر أو هي من تقود المعركة وتأمر الجيش الإسرائيلي باستمرار المعركة كما تم في 2006. كوندوليزا رايس كانت يعني تأمر أولمرت وحلوتس أنه كملوا يعني ما تتوقفوا. كذلك هذه الحرب يعني حاليا على قطاع غزة بعتقد بنفس يعني سياق 2006. كذلك هناك في حلفاء لأمريكا في المنطقة، يعني في مصر محاجة لقطاع غزة، وأن الأمن القومي لمصر في قطاع غزة راضي باستمرار العملية الأمريكية. طيب، إذا نشرك معنا أيضا في هذه الساعة من جنين الصحفية الفلسطينية الأستاذة إيمان السلاوي. مساء الخير. مساء النور. أهلا بك. يعني لو أهلا بك إيمان، يعني لو تطلعينا على الأوضاع في الضفة الغربية، قوات الاحتلال تقتحم بلدة سلوات شمال شرق رام الله، هل من معلومات عن عملية الاقتحام؟ ما الذي أسفرت عنه؟ هل هناك اعتقالات، اعتداءات؟ ما الذي يعني نتج عنها؟ نعم، بداية الرحمة للشهداء. اقتحمت قوات الاحتلال عددا من محافظات الوطن منها رام الله تحديدا، اندلعت مواجهات أمس في البيرة، وفجر اليوم اعتقلت الشاب محمد ياسر عواد من مخيم الأمعري أيضا قضاء رام الله. كذلك سلواد هي قضاء رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال منزلا وأكثر من منزل وداهمت، فتشت المنازل وحققت مع المواطنين. كذلك اقتحمت بلدة ميتلون واندلعت مواجهات، ميتلون قضاء جنين فجر هذا اليوم، واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال
كذلك اقتحمت أكثر من منزل في البلدة، كذلك قرية سلفيت عفوا قرية بني حسان قراوة بني حسان وهي قضاء سلفيت أيضا اقتحمت البلدة وداهمت أكثر من منزل واعتدت على المواطنين، كذلك منعت المزارعين من دخول الأراضي الزراعية فجرا، خاصة المستعمرين الذين كانوا تحت غطاء شرطة الاحتلال. كذلك هنالك حملة اعتقالات في شمال الخليل في بلدة شيوخ وهذا فجر اليوم. طيب. ونصبت بوابة حديدية في قلقيلية ونعم تفضل. السؤال هنا يا إيمان، يعني خارطة الاعتداءات والاقتحامات التي تقوم بها قوات الاحتلال في مدن ومناطق وأقضية الضفة الغربية على ماذا تعتمد؟ هل هناك ربما مظاهرات؟ هل هناك يعني ما الذي يدعوها إلى اختيار مناطق معينة واقتحامها في الضفة الغربية؟ يبدو أنها تتسلسل منذ 48 ساعة، بدأت من الخليل، انتهت بنابلس قبل يومين. نعم. بعد أن اقتحمتها لمدة 45 ساعة. نعم. واستشهد فيها 8 شهداء. كذلك هنالك حالات خطرة لا زالت في غرف الإنعاش، ثم انتقلت إلى الخليل ثم نابلس، ونابلس تحديدا أكثر من موقع، منها حوارة وهي قرية حدودية بين المحافظات الشمالية، اعتداء يومي من المستعمرين، ثم تنتقل هنالك أكثر من موقع في جنين فجر هذا اليوم، ولا زالت قوات الاحتلال تتمركز على النقاط الحدودية المحاطة المحاور جنين هذا اليوم وأمس، وهنالك أقاويل أو تكهنات باقتحام لأنه يوجد جراف الدي 9 وآليات عسكرية متعددة. هذا يثبت على أنه استمرار الاقتحام في الضفة، يحاولون السيطرة على المقاومة، يحاولون السيطرة اعتقال مطلوبين ما يسمون مطلوبين من الشبان المقاومين، وهذا كله ليبرروا لشعبهم أنهم مسيطرون على الضفة ولن تستطيع المقاومة. طيب هؤلاء المطلوبين أو المكتوبين على قائمة الاستهداف مثلا، يعني هل هم مطلوبون من بعد 7 أكتوبر أم عليهم ملفات، عليهم مثلا ربما يعني أوامر قبض؟ أم ماذا؟ يعني لماذا يعتقل أفراد معينون؟ نعم، كيف يتم السؤال عن مطلوب؟ تحديدا بعد 7 أكتوبر تركزت الاعتقالات على أبناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي، ولكن عندما قويت المقاومة بين الشبان تجاه قوات الاحتلال في المراكز نقاط الاحتكاك كالمخيمات والمقاومين من المدن، تركزت على قيادات في الفصائل الوطنية. نحن نتحدث عن قيادات يعني الجبهة الشعبية، حماس، جهاد، فتح، اعتقلت الكبار القيادة الأسرى المحررين، ونركز هنا على الأسرى المحررين حتى وإن لم يكونوا لهم مشاركات سياسية ولكن لهم تأثير، قاموا باعتقالهم احترازيا حتى لا يتم يعني تأييد الحاضنة، حتى لا يكون هناك حاضنة شعبية للمقاومة، ولكن باءت بالفشل، فلذلك الاعتقالات مستمرة طالما هنالك شبان يحملون الحجارة أو القنابل المصنعة يدويا، طالما هنالك اقتحامات متكررة لمحاولة السيطرة عليهم أو اعتقالهم. نعم إيمان، دعونا أيضا مشاهدينا نشرك معنا في هذه الساعة الأستاذ زاهر البيك الباحث الفلسطيني والكاتب معنا من أنقرة. مساء الخير أستاذ زاهر. مساء الخير أستاذ الكريم، أهلا بكم. حياكم الله. اليوم المقاومة تطلق صاروخا من شمال القطاع، وكذلك صحيفة وول ستريت جورنال تقول أن حماس لا زالت تمتلك كمية من الأسلحة تكفي لضرب إسرائيل والأراضي المحتلة عدة أشهر. ما أثر مثل هذه التصريحات ومثل هذه المقالات على حكومة الحرب وكذلك الشارع في الداخل المحتل؟ نعم، هذه طبعا بالونات اختبار، كل ما يصدر عن الصحافة سواء الصحافة الأمريكية أو حتى الصحافة الصادرة عن دولة الاحتلال الإسرائيلي هي عبارة عن بالونات اختبار
لاستكشاف المزاج الداخلي من جهة، وأيضا لاستكشاف مزاج المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ومن خلفه أمته الذي يعني هناك محاولات لمساندته، أيضا من جهة ثالثة هي للضغط أكثر على بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال، الذي في الفترة الأخيرة أصبح الشخص الأكثر تشددا باتجاه استمرار هذا العدوان رغم كل ما يتلقاه من خسائر فادحة على الصعيد البشري، حيث أن هناك يعني المعلن من الجنود القتلى هو تقريبا نحو 200 جندي، وإضافة لخسائر اقتصادية فادحة في هذا السياق بسبب هذه الحرب، أيضا الصورة الذهنية والإعلامية لما يسمى إسرائيل تضررت بشكل كبير جدا بفعل مجازرها في كل دول العالم. رغم كل ذلك، رغم مرور 105 أيام، أيضا حكومة الاحتلال وجيشها الإرهابي لم يستطيعوا تحقيق أي هدف من الأهداف التي وضعوها من هذا العدوان. لم يقضوا على المقاومة، لم يستردوا أسيرا واحدا بالقوة، لم يستطيعوا تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة إلى خارجه، وبالتالي هذه كلها مؤشرات بأنه لا أمل هناك من استمرار هذا العدوان الذي أضراره على الاحتلال وعلى من يدعم الاحتلال وهي أمريكا بشكل أساسي المقبلة على انتخابات رئاسية. طيب. كلفتها كبيرة عليهم جميعا، فبالتالي هذه كلها مقالات وتقارير نشاهدها ونتابعها ونطالعها يوميا في الصحافة الأمريكية والصحافة الإسرائيلية أيضا كذلك، باتجاه أن المقاومة ما زالت قوية. المقاومة رغم إعلان جيش الاحتلال قبل أكثر من 3 أسابيع بأنه تم السيطرة بشكل كامل على شمال قطاع غزة، ما زال شمال قطاع غزة يضرب الصواريخ من قلب الشمال ومن تحت الأنقاض، ما زالت كتائب القسام تقاتل، والآن شاهدنا اليوم في شرق معسكر جباليا يعني مقاومة شرسة جداً لتقدم جديد لآليات الاحتلال. من أين أتت هذه المقاومة؟ بلا شك أن هناك شهداء من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية وقد أعلنت عنهم في شمال قطاع غزة، لكن هذه المقاومة هناك عقد قتالية تستطيع أن تتصرف وتقاتل ولديها تعليمات ولديها تدريباتها في هذا السياق، وأيضا الشهداء القادة الذين يستشهدون يجري استبدالهم بلا شك بقيادات أخرى لاستكمال المسيرة. طيب، هنا أيضا سؤالي، على ما استندت وول ستريت جورنال في تقييمها لصواريخ المقاومة أو حركة المقاومة بصورة عامة؟ يعني هي الصحافة الأمريكية بشكل عام ليس لديها بلا شك معلومات من أرض الواقع، وقد فشل الكثير من المعلومات الاستخبارية التي كانت في أوائل وأواسط هذا العدوان والتي سربتها فيما يتعلق بكثير من المعلومات المتعلقة بمخازن الأسلحة إلى ذلك، كلها ثبت يعني عدم صدقيتها وكذبها وأنها معلومات كانت مغلوطة، فبالتالي ليس لديهم بالتأكيد معلومات على أرض الواقع في قطاع غزة، وإنما هم فقط في الإطار الاستشرافي التحليلي بأن المقاومة التي ما زالت تضرب، معنى الكلام أنها ما زالت قادرة. المقاومة الفلسطينية من خلال الحروب السابقة والعدوانات السابقة يعني لحد آخر دقيقة من انتهاء أي عدوان كانت تضرب، وبالتالي هي تستطيع. أيضا النقطة الثالثة والأخيرة، يعني المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب عز الدين القسام هي أثبتت يعني صدقيتها عند الأعداء قبل الحلفاء، عندما تصرح المقاومة ويصرح أبو عبيدة بأنهم ما زال لديهم القدرة على المقاومة لأشهر طويلة، فهم يصدقون المقاومة في هذا السياق، وما يصدق كلام المقاومة هو الفعل الواقع، الأفعال على الواقع. نعم نعم، ما صرح به جيش الاحتلال مرارا بأنه قد طهروا قطاع غزة، بأنهم قد سيطروا عليه، بأن انتهت المقاومة وفككوها بشكل كامل في شمال قطاع غزة، كالعنقاء تخرج من بين الأنقاض المقاومة وتستمر في القتال والمقاومة وتقتل جنود بشمال قطاع نفسه، فما بالك أيضا في الجنوب التي ما زالت المقاومة في أوج قوتها
وما زالت قيادتها مثل يحيى سنوار ومحمد شقيقه محمد السنوار ومحمد الضيف ومروان عيسى، وهذه القيادات الكبيرة ما زالت على يعني على رأس عملها في قيادة العمليات، وما زالت والأهم لديها السيطرة على الميدان. وهذه مسألة بعد كل هذا الوقت من هذا العدوان وبعد كل هذا التدمير الممنهج. وهنا السؤال، ودعنا نسأل بهذا الإطار الأستاذ يوسف شرقاوي، في هذا الإطار اللافت هو تماسك المقاومة وأثخانها في العدو في شمال القطاع، كما ذكر الأستاذ زاهر أنه في شمال القطاع لا زالت المقاومة قوية عوضا عن جنوبه، لماذا تفسرون ذلك رغم مرور 107 أيام على العدوان على غزة ولا تزال قدرات المقاومة قوية؟ صحيفة وول ستريت جورنال تقول لا زالت لديها صواريخ تكفيها لعدة أشهر. أستاذ يوسف، الصواريخ والذخيرة، ولا شك في هناك ذخيرة وصواريخ، لكن الأهم أنه في هناك كما المتتبعين العسكريين قالوا أنه هناك في جي فور في القيادة والسيطرة والمراقبة والاتصالات والكمبيوتر، يعني لذلك هذا يعني في هناك كان في صمت قبل 7 أكتوبر، لكن كان في إعداد من القيادات الميدانية في حماس ومن يعني الجسم العسكري كان مهيئ، يعني لما يكون الغربيين يقولوا انه هناك في قيادة وسيطرة وفي اتصالات وفي نجاح في استعمال يعني وسائل الاتصالات الحديثة، نعم. أعتقد يعني كان في هناك إعداد يعني إعداد بما للمرحلة اللاحقة اللي هي ما بعد 7 أكتوبر اللي هي حاليا نشهدها. لذلك يعني هذه القيادة والسيطرة، منظومة القيادة والسيطرة والاتصالات والوسائل الحديثة بعتقد أهم من الصواريخ والذخيرة، لأنه يعني ثبتت قيادة المقاومة في غزة انه قادره على استبدال المقاتلين الشهداء وكذلك القيادات، وقادره على الامداد والتموين ويعني وقادره على قياده المعركه وقياده النيران، نعم، بكفاءه عاليه. لذلك يعني لكن يعني خلينا نكون صريحين، يعني الى متى سيبقى هذا الدفاع متماسك؟ حاليا بنقدر نشوف غزه قاعده قويه بالدافع، لانه مقياس العمل العسكري هو تماسك الدفاع، لحد الان في تماسك الدفاع، نعم. لكن يعني كمتتبعين يعني هذا الدفاع بده يستمر للابد؟ لا، لابد من اسناد هذه القلعه بنيران خارجيه، يعني لابد من فتح جبهه يعني لالتقاط انفاس المقاتلين في غزه، وانا بعتقد انه استكمال الفوز حاليا وغزه في اول صمودها افضل من المستقبل، يعني لانه هذا عمل عسكري. إسرائيل عندها احتياط، يعني إسرائيل في حتى خان يونس يعني 7 ألوية، يعني الكثافة الإسرائيلية في غزة غير مسبوقة، وفي هناك منارة وقادرين وإمدادهم من الغرب ومن أمريكا يعني وخط يعني المواصلات والإمداد والتمويل والتسليح مفتوح لإسرائيل بعكس غزة. لذلك لابد أن نكون واقعيين، لابد من فتح جبهة إسناد لغزة. طيب، نعود إلى إيمان في الضفة الغربية، وقوات الاحتلال هدمت منزلين في الخليل جنوبي الضفة الغربية قبل أن تنسحب منها. هذا العقاب الجماعي الذي تقوم به قوات الاحتلال ضد مناطق وبلدات وأقضية في الضفة الغربية، كذلك هدم المنازل، ألم تردعها تقديم الدعوة المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية؟ نعم، قوات الاحتلال قامت بهدم منزلي الشهيدين القواسمي في مدينة الخليل أمس، كانت قد أخذت مقاييس المنزلين قبل أسبوعين تقريبا، نعم. ثم قامت بتفجير المنزلين أمس، وهما للشهيدين الذين هم 3 منازل، الشهداء 3 المذكورين ارتقوا برصاص الاحتلال بعد عملية حاجز النفق العسكري، نعم. جنوب القدس. هذه الانتهاكات الاحتلالية الإسرائيلية لا تنظر إلى ما يحدث في وتجاوزات الاحتلال إلى ما يحدث في ما يقدم في محكمة الجنايات الدولية، نعم.
إطلاقا، بدليل استمرار القصف سواء كان في مدن الضفة أو في غزة. بالتالي لا يوجد رادع، هم لا يأبهون حتى للولايات المتحدة، لأنها أساسا هي من أعطتهم الضوء الأخضر للانتقام لما حدث لهم في 7 أكتوبر. بالتالي سيستمرون على نهج الانتقام والتبجح طالما هنالك صمت عربي، بصراحة أتحدث صمت عربي وصمت ودعم من الاتحاد الأوروبي لهم، سياسة دولية تدعمهم، وبالتالي هذه المحكمة الجنايات قد يكون لها تأثير معنوي للشعب الفلسطيني، ولكن إسرائيل هي لا تنظر لهم، بالعكس تعتبرهم أنهم منافقون، والنتيجة استمرار التبجح واستمرار الاعتقالات واستمرار القصف والإبادة للشعب الفلسطيني. طيب إيمان، تفضلي بالبقاء معنا مع ضيوفنا الكرام، نأخذ فاصل قصير ونعود إلى تكملة الحوار معكم مشاهدينا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذه التغطية المتواصلة من قناة الرافدين، ونتوجه بالسؤال إلى الأستاذ زاهر. أمس أراد وزير دفاع الاحتلال اقتحام مكتب نتنياهو، بحسب شهود عيان كاد الأمر أن يتحول إلى اشتباك بالأيدي. هل يمكن لحكومة بهذا الحد من الخلافات أن تدير الأزمة وقد أصبحت تطفو على السطح أكثر من ذي قبل؟ أصبح خلاص حكومة الاحتلال يعني خسرت الحرب بشكل كامل. نعم. يعني خسرت الحرب من حيث أنها لم تستطيع تحقيق أي هدف من أهدافها التي أعلنتها والتي ذكرناها قبل قليل. هذه خسارة أولى. الخسارة الثانية والأكبر بأن 7 أكتوبر دخل التاريخ، ولا يمكن لمجازر الاحتلال الهمجية في قطاع غزة والإبادة الجماعية التي ارتكبها وما زال يرتكبها ممكن أن تغطي الشمس بغربال وتنسي الإسرائيليين وتنسي كذلك الفلسطينيين والعالم كله هذا النصر المؤزر في 7 أكتوبر وهذه الهزيمة الكبيرة لجيشهم الذي خرج بملابسه الداخلية والذي كان منبطحا على بطنه وعلى ظهره. هذه الصور التي لا يمكن أن تنسى أبدا. نعم. النقطة الثالثة خسر لأن هناك جبهة داخلية تفتتت، يوجد أسرى بين أيدي المقاومة، عدد منهم عدد كبير منهم عسكريون، بل كلهم عسكريون أصبحوا، ومن بين العسكريون هناك جنرالات كبيرة ما زالت في أيدي كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية. أهالي هؤلاء الأسرى يتظاهرون بعشرات ومئات الألاف أمام بيت نتنياهو في مؤسسات دولتهم السيادية المختلفة. الخسارة الرابعة هو خلافاتهم الداخلية. هم انتهوا أخي الكريم، يعني هم الآن وفي صلب هذا الموضوع الخلافات الداخلية التي أصبحت تطفو على السطح ولا يمكن إخفاؤها. هذه الخلافات هل يمكن أن تقنع حلفاء الكيان المحتل بمدهم وإسنادهم ودعمهم بالمزيد من الدعم العسكري والمالي بعد 107 أيام من استمرار الحرب ودون أن تحقق إسرائيل أي من أهدافها؟ يعني حتى نكون واقعيين ومنطقيين، نعم، أمريكا مهما غضبت من الكيان الصهيوني ومن رئيس حكومتهم المجرم الفاشل بنيامين نتنياهو، مهما غضبت، مهما كان لديها رسائل شديدة اللهجة لهم، مهما طلبت منهم لإيقاف هذا العدوان أو تغييره، هم لا يطلبون إيقافه لحد هذه اللحظة، لا معلنا ولا غير ولا بشكل غير معلن حتى، وإنما تغيير أسلوب القتال والعدوان، مهما ذلك ستبقى أمريكا تدعم الكيان الصهيوني إلى أبعد مدى. هو الآن الخلاف بأن جو بايدن وبلينكين وكل قيادات الولايات المتحدة يعني
قدموا دعما مفتوحا ويعني حاملات طيران وأسلحة وطائرات وقنابل ذكية وقنابل غبية وجسور جوية وأموال من الكونغرس وما إلى ذلك. ثم حينما أصبحوا يطلبون منهم تغيير الأسلوب، أسلوب القتل، نعم. أن يكون قتلا بلما أن يكون الآن قتلا جماعيا، أن يكون قتلا بهدوء، يعني بهذا السياق، ليس بهذه الشده، نعم. لا الاحتلال ونتنياهو لا يسمع منهم. حتى فكره الدوله الفلسطينيه، حل الدولتين، قال جو بايدن بان نتنياهو ليس لديه مانع، ثم نتنياهو قال لا، سنبقي السيطره الامنيه على غزه، بمعنى انه لا يمكن ان يكون هناك دوله فلسطينيه. ولكن بالامس بايدن اتصل مع نتنياهو بعد قطيعه استمرت 15 يوم لم يتواصلون فيما بينهما، هل هذا مؤشر على أنه ربما يكون الدعم الأمريكي هناك تحول في الدعم أو العلاقة أو أسلوب التعامل؟ لا، تحول جذري غير ممكن مع الأسف، وإنما هناك تقليص في الدعم ممكن أن يكون. نعم، هذا هناك ضغط أكبر على الإسرائيليين، نعم ممكن أن يكون هذا، وهذا الضغط مستمر، وحتى أصبح أن خرج إلى العلن مثلما طفى إلى السطح الخلافات الداخلية عند كيان الاحتلال، أيضا الخلافات بين كيان الاحتلال وأمريكا طفت على السطح، وزعيم المعارضة الصهيونية يائر لبيد أعلن ذلك صراحة وقال أننا لا يمكن أن نخسر أمريكا ودعمها من أجل مصالح معينة يريدها نتنياهو، هم قالوا هذا. لكن مثل ما قلت قبل قليل، الدعم لا يمكن أن ينتهي، ولا يمكن أن تتضرر العلاقة بشكل واضح، ممكن أن تتضرر مع نتنياهو بشكل جزئي، لكن مع الأسف سيستمر الدعم، والمطلوب هو فقط يعني استمرار قتل الفلسطينيين من طرف أمريكا، لكن يعني بشكل لا يثير غضب العالم، حيث أن شوارع أوروبا وشوارع نيويورك وتكساس وواشنطن هي تمتلئ بمئات الناس من الغرب نفسهم الذين يرفضون هذا الاحتلال. حتى كمان اليهود الأمريكان في الكونغرس وفي غيره قد صرحوا أكثر من مرة في هذا السياق، هناك ضغط كبير جدا على جو بايدن المقبل على الانتخابات، والذي يعني صراحة الرأي تعطيه أدنى حد ممكن من الأصوات بسبب يعني مشاركته ودعمه لقتل الأطفال والنساء الفلسطينيين، لكن نتنياهو لا يسمع إلى ذلك. نتنياهو همه إطالة أمد الحرب حتى ينجو ويفلت من العقاب الذي سيتلو هذه الحرب، وحتى يبقي على حكومته اليمينية المتطرفة الفاشية، خاصة التوأم بن غفير وسموتريتش، الذين لو هو أنهى الحرب سيتركون حكومته فستسقط الحكومة. هو همه نفسه، همه أن تستمر الحكومة حتى لو كان ذلك على حساب العلاقات مع أمريكا، وهو يعلم حتى لا يتعرض للمساءلة والمحاكمة بعد فشله في إدارة هذه الحرب. نعم أستاذ يوسف، يعني لو تكلمنا عن الجانب العسكري أيضا في الأوضاع التي تعيشها غزة والمقاومة، مع ذلك القناة الثانية عشر العبرية تنقل عن مصادر عسكرية تقول أن جيش الاحتلال غير أسلوبه القتالي في غزة وتحول إلى الاستهداف المركز في عملياته، ماذا يعني ذلك وما تأثيره على تكتيكات المقاومة؟ هل من تغيير ربما في هذه في هذا الأسلوب القتالي؟ يعني لا شك أن الجيش الإسرائيلي غير من تكتيكاته، وحاليا هو يعني مراهن على عامل الوقت أنه يعني يقوم بعملية استنزاف طويلة للمقاومة في قطاع غزة. لكن أعتقد أنه المقاومة كذلك لديها استراتيجية مقابل يعني تكتيكات العدو، ومقابل يعني كما صور فيتكوم كان عندهم استراتيجية مقابل 10 استراتيجيات و 10 تكتيكات مقابل تكتيك. أنا أعتقد يعني في شيء نمطي ما بين غزة وفيتنام، وحاليا يعني ممكن المقاومة أو أكيد المقاومة بدها تنتبه لعامل الوقت والاستنزاف في الذخائر، فيما أنها يعني بقعة محاصرة غزة وضيقة. نعم. لذلك هناك يعني ممكن يكون في تغيير في يعني في 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 أسلوب في أسلوب العمل وفي أسلوب مقاومة التوغل الإسرائيلي،
وكذلك يعني اذا اسرائيل غيرت اسلوبها من عمليات اجتياح كبرى الى عمليات انتقائيه خاصه، المقاومه بعتقد قادره انه تجابه هذا النمط من العمليات الخاصه. بينما انه طيب ما المقصود ايضا استاذ يوسف؟ النخبه، تخيل قوات النخبه في الجيش الاسرائيلي من جبعاتي وجولاني وكافه اذرع النخبه، لذلك هي يعني عندها اصبح هناك في خبره قويه وهناك في ممارسه. يعني المقاومه في غزه يعني سئل جنرال كبير في فيتنام كيف تعلمتم، يعني كيف انتم مبدعين في الحرب؟ قال لهم تعلمنا الحرب من الحرب. اعتقد نفس الشيء في غزه. هنا ايضا يعني سؤالي هو ما المقصود بالاستهداف المركز في العمليات؟ ما الذي يريدون ان يصلون اليه؟ ما التكتيك المتبع من قبل جيش الاحتلال؟ يعني هم راهنين على نفاذ الذخيره، راهنين على انه ايقاع اكبر عدد ممكن بالخسائر من القوات المقاتله من جسم المقاتل، ومراهنين انه يعني يقدروا يسووا عملية حدة، انه يعني يستدرجوا المقاومين من تحت الارض الى فوق الارض للفتك فيهم. وبعتقد هناك يعني في 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 سيطرة من المقاومة، في قيادة يعني ميدانية ولو كانت مخفية لكن يعني مسيطرة لحد بعيد. نعم. طيب نعود الى الضفة الغربية والاستاذة ايمان، يعني مع استمرار المقاومة ومع الضفة الغربية مستمرة فيها المقاومة والانتهاكات أيضا مستمرة في الضفة الغربية، هل استطاع الاحتلال أن يحقق هدفه بتجفيف منابع المقاومة في الضفة الغربية رغم ضعف الإمكانيات؟ يعني هو يزيد من انتهاكاته ضد المقاومين في الضفة الغربية، يستهدف بعض العناصر المؤثرة ولكن المقاومة مستمرة، هل استطاع أن يكسر ربما معنويات المقاومين؟ نعم، إسرائيل لن تستطيع، هذا ليس تحليلا هذا واقع، إسرائيل لن تستطيع كسر إرادة هذا الجيل الجديد القادم. نحن نتحدث عن اعتقالات حتى أمس وصلت، نتحدث بعد 7 أكتوبر 6115، اليوم ملخص اعتقالات اليوم أصبح الرقم 6170 معتقلا اسيرا في سجون الاحتلال. يعني نتحدث فقط من امس الى اليوم اكثر من 55. اذا كل يوم هذا العدد، وكل يوم يوجد مطلوبين او ما يسمى مطلوبين، وكل يوم العشرات يصبحوا في يوم وليله مطلوبين. اذا المقاومه او الشبان الذين يضحون بارواحهم لاجل هذه الارض مستمرون في العطاء، فبالتالي إسرائيل هي تخشى من انفجار الوضع أو الغضب الفلسطيني الجماهيري، ولكنه مستمر، هنالك غضب داخلي لدى المواطنين لأسباب عديدة، ما يحدث في غزة، ما يحدث في القدس، أيضا هنالك أسباب لنقل مجتمعية، لا رواتب، احتجاز أموال، لا عمال دخلوا إلى 48، معظم الجيل العمال الذين كانوا أكثر من 150 ألفا ويزيد داخل الخط 48، الآن هم داخل منازلهم، لا يسمح لهم بالتوجه للعمل، لا يسمح لأهالي 48 بالحضور. هنالك غضب شعبي مستمر وهنالك مقاومة متجددة، ولن تستطيع إسرائيل منع استمرار هذه المقاومة. طيب إيمان، في مقابل هذا الصمود الأسطوري للمقاومة في الضفة الغربية بالتحديد رغم ضعف الإمكانيات، كيف ينعكس هذا على شعبية نتنياهو في شارع الكيان المحتل؟ يعني المقاومة في غزة ضربت أروع الأمثلة، وفي الضفة الغربية لا زالوا مستمرين رغم الاقتحامات، رغم الاعتقالات، رغم حتى سقوط العديد، مئات الشهداء سقطوا منذ 7 من أكتوبر. نعم، كله يعني لنقل الشرع الفلسطيني ينظر إلى نتنياهو منظور هذا رجل مجنون يميني متطرف، حتى هكذا يتحدثون، حتى شعبه نفسه الشعب الإسرائيلي يرفضه لأنه تجاوز الحدود، في لم يحقق أي هدف، يعني يعتبر بالنسبة للشعب الإسرائيلي أهم هدف الحصول على
لأسراهم، أسراهم كل يوم يقتل منهم. إذا هو رجل مجنون، لا يريد توقف الإبادة، لا يريد توقف القصف، فبالتالي هو مكروه من كل الأطراف، سواء كانت الشعب الفلسطيني أو الشعب الإسرائيلي. وحتى أن الشعب الإسرائيلي بدأ يخشى من اتساع محاور المواجهة مع العرب، مع الشمال إسرائيل، أو عفوا 48 أيضا، من هنالك من اليمن مخاطر من جميع الاتجاهات. فهو يجب تغيير هذا الرئيس، رئيس الحكومة الإسرائيلي، هذا من منظور إسرائيليين ومن منظور عرب، لأنه كما يقال عنه المجنون اليميني المتطرف الذي لا يشبع من القتل ولا يرى أن هذه الإبادة هي بقتل. كل ما يراه هو أن يبقى جالسا على مقعده حتى لا يخسره ويتحول للمحاكم. أستاذ يوسف، يعني لو تكلمنا من الناحية تماسك الحاضنة الشعبية بالأرض، كم يشكل قوة دافعة للمقاومة سواء في الشمال أو في الوسط أو في الجنوب، ويشكل كذلك عائقا أمام تقدم الاحتلال؟ اليوم الحاضنة الشعبية رغم نزيف الدماء، رغم التضحيات، رغم تهدم البنى التحتية، ولكنها لا زالت متمسكة بخيار المقاومة والتمسك بالأرض. يعني أكبر دليل على ذلك أنه هناك في انتقام من الحاضنة. لا لكن لا زالت الحاضنة رغم يعني ظهور يعني الظروف القاهرة، نعم، انها متمسكة بخيار المقاومة وهي الحاضنة. لولا الحاضنة هاي ما في يعني المقاومة كانت بتكون يعني عارية امام العدو، لكن هناك في يعني تمسك يعني بخيار المقاومة وفي سلامة يعني لهذه الحاضنة، والحاضنة سلب يعني تقاس بصلاة المقاومة كذلك. يعني هناك في علاقه جذريه ما بين صلاه الحاضنه وصلاه المقاومه، كذلك في الضفه هناك في يعني رغم انه لا يوجد قياده يعني رسميه في الضفه يعني حاضره، الا انه هناك في يعني شعب حاضر. نعم. طيب في آخر سؤال نتوجه إلى الأستاذ زاهر، داهمنا الوقت على انتهاء الحلقة. انضمام بلجيكا إلى جنوب أفريقيا في دعواها المرفوعة ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية، متهمين فيها الكيان وتل أبيب بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، كيف يمكن قراءته من ناحية يعني أصبحت إسرائيل تحت مجهر الاتهام مباشرة؟ يعني بداية أرجو أن تنضم فعليا ورسميا بلجيكا لجنوب أفريقيا في هذه الدعوة. هي أعلنت أنها ستنضم لكنها لم تنضم ما زالت إلى هذه اللحظة بشكل رسمي وفعلي. بلجيكا هي قلب أوروبا، بلجيكا هي معقل الاتحاد الأوروبي، بروكسل عاصمة بلجيكا هي عاصمة الاتحاد الأوروبي وفيها مقرات الاتحاد الأوروبي. يعني أنت تتخيل معقل أوروبا والاتحاد الأوروبي ينضم لمقاضاة إسرائيل بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية، وهذا فيه نصرة ومؤازرة للشعب الفلسطيني. لعمري هذه خطوة في غاية الأهمية وهي غير مسبوقة، وهي لطمة كبيرة على وجه أمريكا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا أيضا، قبل أن تكون لطمة في وجه الكيان الصهيوني. نعم، هذه لها تأثير كبير جدا على الدعوة نفسها وعلى حكم المحكمة نفسه وعلى الصورة الإعلامية والذهنية التي ستتشكل اتجاه حكومة الاحتلال والدول التي دعمتها. نحن قد رأينا ألمانيا انضمت رسميا إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي في هذه الدعوة، وقد خسرت كثيرا ألمانيا بذلك، صورتها المزيفة المتعلقة بالديمقراطية. لكن أن تأتي بلجيكا فهذه خطوة ستكون كبيرة وكبيرة جدا. نشكركم مشاهدينا الكرام، ونشكر أيضا ضيوفنا الذين شاركونا في هذه التغطية من أنقرة، الكاتب والباحث الفلسطيني الأستاذ زاهر البيك، شكرا جزيلا لكم على هذه المداخلة والحضور معنا. ونشكر أيضا من جنين الصحفية الفلسطينية الأستاذة إيمان السيلاوي، وكذلك نشكر الأستاذ يوسف شرقاوي المحلل العسكري كان معنا من بيت لحم. ونشكركم مشاهدينا على المتابعة، نلتقي معكم بإذن الله.